السلام عليكم ورحمة الله، أنا آلاء العش، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن 4 أهداف فعالة لحصاد بركة شهر رمضان الكريم بإذن الله ينعاد عليكم بالخير والبركة، وإن شاء الله كلنا نطلع منه وإحنا عاملين أكبر كم من الأهداف الصح اللي المفروض نعملها واللي ما عندناش وقت ليها طول السنة، وبنستغل بركة الشهر الكريم علشان نعملها. فما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتتابعوا الفيديو، هتستفادوا جدا إن شاء الله. يلا بينا. اول حاجة نركز فيها وان ده شهر القرآن، شهر القرآن يعني دي اول هدف المفروض اركز فيه كويس جدا وابقى عارفة انا عايزة اعمل ايه بالظبط. هل انا محتاجة ان انا اختم القرآن مثلا مرة او مرتين على حسب وقتي وعلى حسب جهدي؟ يعني ممكن مثلا نختم القرآن مرة في صلاة التراويح، او لو بتصلي التراويح بسور صغيرة فممكن نقرأ الورد بتاعنا في وقت تاني يكون فاضي، مثلا قبل الفجر او بعد الفجر، نستنى الضحى، على حسب وقت كل واحد. او ان انا مثلا عايزة اعيش مع سورة معينة طول الشهر بتدبر، ان انا اقرأها بتدبر او ان انا اشوف التفسير بتاعها او اسمع فيديوهات كتير. وانا رشح لكم دكتور احمد عبد المنعم، بحب فيديوهاته جدا وبحب تدبره في القرآن جدا، وطريقته كمان في الشرح بتبقى سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مليانة معلومات وغنية جدا. او ان انا مثلا حابة اني اختم ختمة واحدة ولكن بتدبر واخد فيها وقتي بحيث انا اتدبر القرآن بنفسي واقرأه بالراحة جدا، ده برضو حاجة جميلة جدا جدا. فالهدف هو اني اركز انا عايز ايه من الشهر ده بالظبط. اول حاجة هي القرآن وابقى عارفة انا عايزة ايه علشان ما توهش، اجي كل يوم اقرأ ورد وبعدين اقول لا انا عايزة اعيش مع صورة معينة فهأجل الورد واسمع تدبر صورة، وبعدين اقول لا انا عايزة اقرأ الصفحة دي في التفسير، فلاقي نفسي ما بين حاجة وحاجة وحاجة وانتهى الشهر وانا ما عملتش اي حاجة او ما انتهتش من اي حاجة، لا انا خلصت صورة بتدبر ولا انا قرأت تفسير كامل ولا انا عرفت اختم القرآن ولا حتى صليت السنن بالورد بتاعي، فيبقى انا كده ما انجزتش اي شيء. فمهم جدا ان احنا نركز احنا بنعمل ايه، لانه اول كام يوم في رمضان دول بيكون عندنا الحماس قوي شوية وعايزين نعمل اكتر من حاجة. فادينا اهو بعد ما فات تقريبا اسبوع من شهر رمضان، مهم قوي بقى نراجع حساباتنا كده نعرف ونركز احنا عايزين ايه من الشهر ده. تاني حاجة وهي اني اختار حاجة واحدة اثقل نفسي فيها اكتر في الدين، اتعرف فيها اكتر على ديني، يا اما اسمع دروس سيرة نبوية، وانا برشح لكم دكتور نبيل العوضي جميل جدا، وطبعا في شيوخ كتير وفي ناس كتير اتكلمت في السيرة النبوية، ولكن دكتور نبيل العوضي بيعملها بطريقة بسيطة وطريقة سرده ممتعة جدا ان اي حد يسمعها وكمان يفهمها، وفي نفس الوقت مليانة بالمعلومات وغنية جدا جدا جدا. او مثلا اني اعرف حاجة عن سيرة احد الصحابة، سيرة الصحابي ده وافضل اشوف معلومات عنها في كل الكتب وكل الشيوخ، ومهمة قوي زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا ندور في المصادر الموثوق منها دينيا، ناس اللي دارسة فعلا علم شرعي والشيوخ وأئمة كبار قضوا عمرهم كله في دراسة الدين. أو إني مثلا أختار إني أعرف أكتر عن السنة النبوية الشريفة، أجيب كتاب البخاري أو أنزله PDF لو من مصدر موثوق، أو حتى إن أنا أفتح أي كتاب سنن صغير يكون فيه أكتر وأدق الحديث اللي بتخص حياتنا اليومية واللي هتفرق معانا جدا في حياتنا. والمهم قوي ان احنا نعرف ان الاحاديث النبوية الشريفة دي هي وحي برضو من ربنا سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا جبريل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نطق عن الهوى، وفي القرآن الكريم مهم قوي ان احنا ناخد بالاحاديث النبوية لان فيها اوامر وفيها تفاصيل كتير قوي عندنا مهم نعرفها، زي ابسطهم مثلا الصلاة وسنن الطهارة، حاجات كثيرة جدا مش موجودة بشكل صريح في القرآن،
فربنا سبحانه وتعالى أوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيها علشان يعلمها لنا بطريقة سليمة وبشكل مفصل. أعرف إن تاني أهم كتاب وأصح كتاب بعد القرآن الكريم هو كتاب البخاري، اللي بيشمل أهم وأدق الأحاديث النبوية الصحيحة. مهم قوي إن احنا نقراها بنفسنا وما نسمعش لأي مصدر ممكن يشككنا في هذه الكتب، لأن الأئمة دول كانوا في أفضل القرون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دي أفضل القرون بعد قرني، وعد 3 قرون بعد. إن أنا مثلا في شهر رمضان أنا هقرأ 5 أحاديث بالشرح بتاعهم وأحاول إن أنا أطبقهم في حياتي، ما زودش على نفسي في الأهداف. المهم إن أنا أعرف المعلومة أحسن بكتير من إني ما كنتش عارفاها خالص. ومن خلالهم طبعا هتعرف على الراوي، اذا كان سيدنا ابو هريرة او السيدة عائشة او الكثير جدا من الرواة اللي رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي برضو فرصة كويسة اني اعرف عنهم واثقل معلوماتي عنهم اكتر. الحاجة التانية والمهمة جدا في اني اثقل نفسي في الدين، وهي العلم الشرعي. مهم قوي لكل مسلم ومسلمة، ودي حاجة للأسف في ناس كتير بتفتكر ان دي لا دي زيادة تدين، او دي علشان انا بقى لازم اكون متفرغة او متفرغ علشان ادرس علم شرعي. اطلاقا العلم الشرعي متدرج درجات، والشيوخ الكبار قسموه لدرجات حسب علم وجهل كل شخص. يعني لو حد لسه ما درسش علم شرعي خالص بيبدأ ياخده درجة درجة، بيبدأ يدرس جزء في الفقه مع جزء من الأحاديث النبوية الشريفة البسيطة مع جزء من السيرة النبوية، الحاجات المهمة قوي في السيرة النبوية زي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والغزوات وبعض من المواقف المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا جزء من فروع تانية كتير زي العقيدة والتفسير والتربية الإسلامية وجزء من اللغة العربية علشان نفهم أكتر في ديننا. فزي ما بقول لكم هو الشيوخ قسموها لدرجات، بناخد درجة درجة، كل ما تعرفي أكتر كل ما هتقدري تطلعي للدرجة اللي بعدها. ما اقدرش مثلا شخص عمره ما قرأ في التفسير واقول له روح على طول هات مجلدات ابن كثير واقرأها، طبعا هيبقى الكلام تقيل وصعب. فناخد درجة درجة، نقرأ الاول التفسير الميسر عن رياض الصالحين، وبعدين مثلا ممكن ابدأ اشوف فيديوهات عن شيوخ كبار في التدبر والتفسير، وابدأ اطلع درجة درجة في العلم الشرعي. وانا انصحكم في نقطة العلم الشرعي دي باكاديمية زاد. أكاديمية زاد هي أكاديمية مجانية تماما سعودية، اللي بيدرس فيها دكاترة وشيوخ كبار من جامعات في السعودية. دي فعلا بتقدم علم مبسط وغني في نفس الوقت، وأنا شخصيا خلاص يعني إن شاء الله بإذن الله بنهيه، واتكلمت عنها قبل كده وعن طريقة التقديم، وتقدروا تدخلوا على اللينك اللي هسيبهم في صندوق الوصف تقدموا فيها. مجرد ان انتوا بتدخلوا بيانات بسيطة جدا عنكم، الاسم وبتدخلوا باسورد والايميل وبيانات بسيطة جدا، وبعد كده بيتبعت لكم ايميل هتبدأوا امتى. فتحاولوا دايما ان انتوا تتابعوا الجيميل او الايميل بتاعكم، هو اللي هيتبعت عليه دايما مواعيد الاختبارات و الدراسة هتبدأ. مش عايزة اخوض كتير في الكلام عن اكاديمية زاد، ممكن اعمل لها فيديو منفصل لو حابين اكتبولي في الكومنتات تحت، ولكن هي هتفرق معاكم جدا. ادخلوا وبصوا في الموقع، بس الحقوا ان انتوا تقدموا، لان التقديم بيقعد فترة وبعدين بيقفل مع بداية الموسم الدراسي الجديد وبعدين بيرجع يفتح تاني وهكذا. تالت حاجة، ودي حاجة مهمة جدا، اطلع بثمرة في حياتي الشخصية وطبعا تعود على ديني. بمعنى في ناس كتير بتسأل هل لو انا طالب او ما عنديش او طالبة وما عنديش وقت اني اقرأ قرآن، او ان انا اقوم الليل ب10 ركعات او 12 ركعة، او ان انا اقضي وقت كبير في العبادة، هل انا كده بضيع رمضان عليا؟ اطلاقا، لان ثابت بالظبط العمل، والعمل ده هو عبادة في نفس الوقت، اذا كانت دراسة اذا كان شغل لحد بيشتغل وبيصرف على بيته وعلى اهله، او طالب او طالبة التعليم، كل ده
بتاخدوا عليه ثواب، ولو شخص مثلا في اجازه او خلاص ما وراهوش امتحانات او هكذا، ممكن انكم تختاروا مهاره واحده بس تتعلموها. منصات كتير جدا مجانيه تقدروا ان انتوا تختاروا مهاره واحده بس تتعلموها، وتقدروا بعد كده ان انتوا تستغلوها في شغل، او انها مهاره تنفعكم بشكل شخصي، او انكم مثلا تلعبوا رياضه، والرياضه دي هتعود على صحتكم، وصحتكم لما تبقى افضل هتقدروا تعبدوا ربنا بشكل افضل وهكذا. لو خريجين ولسه ما اشتغلتوش، فحلو قوي في وقت رمضان ده انكم تختاروا حاجة تتعلموها وممكن تحولوها لمشروع من البيت، زي مثلا انكم تعملوا شغل الصلصال الحراري على المنجات، واللي الموضوع ده بقى مطلوب جدا الايام دي، او مثلا حد يتعلم الخياطة وتخيطي على مكنة، او انك تصلحي حتى الحاجات اللي مقطوعة او هكذا. في ناس كتير جدا بتودي بس يعني بتشتري هدوم جاهزة وبتبقى محتاجة تتأثر او تتضيق شوية او حاجة اتقطعت او هكذا، وبيكون في بس خياط هو شغلته ان هو يصلح اللي بايظ بس، مش بيعمل اي حاجة، مش بيفصل from A to Z، هو بس بيصلح. فدي حاجة سهلة جدا وممكن انك تعمليها من البيت. او طبعا تتعلموا لغة جديدة، تاخدوا مثلا تقولوا انا هخلص ليفل في خلال شهر رمضان، هاخد مثلا نص ساعة او ساعة بس في اليوم اركز فيها في اللغة دي. او طبعا تتعلموا تسويق، والتسويق ده من اهم المهارات حاليا، او جرافيكس، يعني شوفوا انتوا بتميلوا لايه. المهم ان كل حاجة دلوقتي بقى ليها منصات وبقى ليها كورسات على الانترنت، اللي مدفوع واللي مجاني، وعلى اليوتيوب ده اكتر مكان تقدروا تتعلموا فيه اي حاجة بمنتهى السهولة. المهم تحددوا انتوا عايزين ايه عشان ما تتهوش وسط العالم الكبير. لو زوجة برضو تقدري تستغلي شهر رمضان في انك تتعلمي اكتر عن العلاقات، ازاي تديري علاقاتك بزوجك، باولادك، باهل زوجك، بحياتك كلها، ده مهم قوي في حياتك وهيفرق معاكي كتير. تتعلمي اكتر عن تنظيم البيت، تتعلمي اكتر عن طبخ مثلا لو انت ما بتعرفيش تعملي اكل، تتعلمي اكتر عن حاجات تخصك شخصيا في العناية بنفسك، كل ده مهم جدا. المهم ان احنا نختار حاجة واحدة بس نثقل نفسنا فيها. اما لو ام بقى، فدي فرصة عظيمة جدا انك تعلمي اولادك الصلاة ايا كان سنهم، حتى لو من اول 3 سنين، مجرد ان هم يشوفوكي بتصلي ويقفوا جنبك ويسمعوكي وانتي بتقولي الله اكبر، حاولي تعلي صوتك شوية في الله اكبر في الفاتحة، هتلاقيهم بيرددوا وراكي من غير ما تاخدي بالك، حتى لو بيرددوا اخر الكلام. وطبعا لو اكبر من كده، يعني من اول 5 سنين ل7 سنين، لا حاولي انك تحفظيهم مثلا سورة الفاتحة وتعلميهم الصلاة، ويقفوا جنبك يصلوا معاكي ال5 صلوات خلال اليوم. صدقيني لو صلوا معاكي مثلا نقول 4 حتى صلوات او 3 خلال اليوم في 30 يوم، احسبيها هتلاقيهم ان هم ان شاء الله باذن الله هيكونوا صلوا تقريبا 90 صلاة، فان شاء الله باذن الله يكونوا تعلموها ويجوا بعد رمضان يصلوا لوحدهم. وطبعا حتى لو هم اكبر من كده ولسه ما تعودوش على الصلاة، فمهم قوي ان هم يعني الموضوع بالنسبة لهم هيبقى اسهل، مهم قوي ان تعوديهم على الصلاة، وان شاء الله يطلعوا من رمضان بيصلوا وملتزمين، وتلاقيهم كمان عايزينك تأمي بيهم طبعا لو بنات. اما لو ولاد، فالولد ما ينفعش تأميه، لازم برضو نفهم النقطة دي، ممكن بابا يأمه او ان هو يصلي لوحده، او ممكن لو هو كبير شوية يبقى هو ان شاء الله يكون امام بيك. وربنا يقدرنا جميعا ان احنا نربي ولادنا تربية صالحة دينية بإذن الله، علشان نقيهم من شر الفتن اللي حواليهم. يبقى القرآن تثقلي نفسك في معلومة أكتر عن دينك، ثمرة تطلعي منها في حياتك، وإن شاء الله برضو تعود على دينك. رابع حاجة وآخر حاجة، وهي دورك في الحياة، دورك كأم، دورك كزوجة. استمري في عنايتك بنفسك الشخصية والنفسية والروحانية، وخدي وقت الروقان اللي بتاخديه الصبح، كنتي بتاخديه الصبح قبل رمضان خديه بعد الفطار. المهم ان عنايتك بنفسك ده مهم قوي علشان تقدري تقدمي للي قدامك اكتر. طول ما انت حرمة نفسك من حقك لنفسك، وفاكرة انك لو اديتي وقت لنفسك ده هيبقى انانية، خالص بالعكس،
ان انتي ما تديش وقت لنفسك وحق لنفسك، ده هينعكس على اللي معاكي في البيت اذا كان زوجك اذا كان اولادك. تبس سريعه كده للي ما لحقوش يحضروا نفسهم قبل رمضان. اول حاجه، لو ما فرزنتيش حاجه او حطيتي حاجات في الفريزر تكون جاهزه وسهله عليكي، حاولي تيجي عليك على نفسك بس يوم واحد وتجيبي اكتر من حاجه كده وتفرزنيها تكفيكي حتى ان شاء الله 10 ايام. سيبيهم مثلا العشرة الاواخر بيبقى الوقت فيهم مكدس جدا جدا وبيكونش فيه وقت ولا صحه ولا مجهود، وتطلعي منه على العيد تقولي انا ملحقتش اصلي ولا اعمل حاجة لان طول اليوم كنت واقفة في المطبخ. مهم تيجي على نفسك يوم واحد بس تقفي كده من بدري شوية، صحيك الساعة 10 الصبح مثلا او 12 الظهر حتى، وقعدي لحد قبل الفطار جهزي حاجات، هاتي مثلا لحمة مفرومة وعصجيها، اعملي كفتة، هاتي فراخ ونضفيها وتبليها بالبصل وحطيها في الفريزر، تعمل اي حاجة، تعمل مسلوقة، تعمل في الفرن، ايا كان. وطبعا دورك مش بس في المطبخ، دورك كأم اختاري حاجة واحدة بس تمشي بيها مع ولادك. ممكن مثلا تعلميهم الصور الصغيرة في القرآن، حتى لو صورة او صورتين في خلال الشهر كله، تشوفي اهتماماتهم ايه وتنميها. وانا ارشح لكم برنامج معين لدكتور جاسم المطوع، جزء منها مجاني وفي جزء مدفوع، الجزء المجاني فعلا كافي جدا جدا، يديكم برنامج شامل من اول سنتين لحد 15 سنة حسب سن كل طفل، من كل بقى اتجاهات الحياة، تربوي، اجتماعي، نفسي، ديني، يعني بجد ادخلوا على جوجل واكتبوا برنامج معين لدكتور جاسم مطوع، هيفرق معاكم جدا. لكل ام حتى لسه حامل صدقيني هيفرق معاكي جدا جدا جدا. واخيرا، رمضان فرصة توبة عظيمة، رمضان فيه روحانيات بندور عليها طول السنة وبنجاهد علشان بس نحس جزء من الروحانيات دي، يخلينا نقرب من ربنا اكتر ونتوب عن اي ذنب بنعمله وعايزين نبطله. ومن اهم الادعية في الايام اللي احنا فيها دلوقتي دي، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لان الفتن دلوقتي بقت سهلة جدا هتدخل قلب اي حد، فربنا يكفينا شر الفتن يا رب ويبعدها عننا وعن ولادنا وعن كل حبايب. وطبعا ندعي بالتيسير والبركة في الوقت، واللي هيحسوا بالكلام ده جدا هم الامهات، وطبعا في ناس كتير جدا اشغالها بتبقى واخدة كل وقتها، فان احنا ندعي بالبركة في الوقت عشان كمان ربنا يفتح علينا ان احنا نزود في العبادات اكتر، وان احنا نقرب من ربنا اكتر، وان احنا نقدر نشتغل بدون ضغط وبدون استرس نفسي عليه. ندعي لبعض ربنا هيرد لنا الدعوات اللي بندعيها لحبايبنا، حتى لو حد غايب عننا وبعيد، ندعي له بالهدايه، ندعي له بالتيسير، ندعي له بالبركه في حياته، ندعي له بربنا يبارك له في حياته وفي ولاده، ندعي لكل اللي حوالينا بالدعوات اللي احنا نحب ان احنا ندعيها لنفسنا او حد يدعاها لنا، ندعيها اللي حوالينا، والملائكه هتامن وراكي وهتقول ولك المثل باذن الله. نحاول نسامح ونصفي قلوبنا لبعض، حتى لو الناس اللي هنسامحهم دول خلاص ما بقوش في حياتنا، التسامح بيصفي قلبنا احنا وبيريحنا احنا، غير اني اكون طول الوقت بفكر في الناس اللي اذوني او الناس اللي ظلموني، انا بس اللي بتعب، لان ممكن يكون الناس دي خلاص طلعت من حياتي، فانا اللي طول الوقت تعب نفسي. فالتسامح هيريحني انا قبل ما يريح الشخص اللي انا سامحته. ويمكن كمان لما احنا نسامح، لو في يوم من الايام ظلمنا حد او اذينا حد او نمينا على حد او اختبنا حد او اتكلمنا على حد في ظهره، هو كمان يسامحنا عن ظهر غيب، فنبقى كده خالصين. اخر حاجة، نحاول في الشهر ده نشيل الدنيا من قلوبنا، نعتبرها كتدريب او فترة نقاهة، اكيد هتفرق في قلوبنا كتير قوي بعدها. كل عام وانتم الى الله اقرب، كل عام وانتم بخير، كل عام واحنا مسلمين منين ثابتين باذن الله. أشوفكم الحلقة الجاية في أمان الله.